واحدة اشترتها ب6 مليون، واللي حاولت توفر شوية جابتها ب¼ مليون بس. أصل الشنطة عندهم زي العربية عند الرجالة، ده عندهم الشنط أهم من الإطلالة نفسها. دي أسعار شنط النجمات اللي بيظهروا بيها كل وقت والتاني، واللي تمنها ممكن يشتري شقة أو فيلا كمان. بس المفاجأة إن الشنط دي طلعت استثمار زي العقارات والذهب بالظبط. لكن إزاي الشنط دي استثمار؟ ومين النجمة اللي اشترت أغلى شنطة في العالم؟ وليه بيشتروا شنط غالية؟ كل ده وأكتر هتعرفوا، بس تابعنا في الفيديو ده. فنانات كتير بيعتمدوا على الشنط في إطلالاتهم، لدرجة إن ممكن الشنطة تكون أغلى حاجة في الإطلالة كلها، لأنهم ممكن يشتروها بمبالغ خيالية ممكن توصل لملايين. منهم شنطة الفنانة هاجر أحمد اللي قلبت الدنيا الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا، بعد ما مغسلة بوظتها وقدمت ضدها شكوى لحماية المستهلك. ما هو تمنها مش شوية، ده وصل ل$5000، يعني بالمصري ¼ مليون جنيه تقريبا. كمان الفنانة مي عمر مشهورة جدا بارتدائها الشنط الغالية، زي شنطة من البراند العالمي فالنتينو بسعر $3,905، يعني ١٨٧٠٠٠ جنيه. دي كمان عندها شنطة من تصميم دار شانيل من طراز ميني فانيتي توب هاند الكيس باللون الأسود بأكتر من ٢٨٠٠٠ جنيه. كمان دينا الشربيني ظهرت بشنطة كبيرة بيضة من تصميم دار برادا بسعر $2,420، يعني ١١٦٠٠٠ مصري تقريبا. أما الفنانة غادة عبد الرازق معاها شنطة إيد صغيرة الحجم من دار الأزياء العالمية برادا بسعر ١٩٨٠ يورو، يعني ٢٠٠٠٠٠ مصري. أما بقى ياسمين صبري فظهرت بأغلى شنطة في العالم، وهي شنطة من ماركة هيرمس بيركن المعروفة بارتفاع سعرها، وتم تصنيع شنطة مخصوص ليها، وتم تدوين حرفين من اسمها اليو والإس عليها. وحسب جريدة الوطن، شنط هيرمس بيركن مش مجرد اكسسوار او منتج فاخر، هي برضو استثمار، وده لان كتير من قطع هيرمس بيركن اللي تم شرائها من سنين بقت دلوقتي مقتنيات، وممكن اعادة بيعها بارقام اعلى بكتير من السعر الاصلي. مش بس كده، الفنانة هيفاء وهبي ظهرت بشنطة من دار ازياء جوتشي سعرها ¥4,900، يعني ٢٥٠٠٠٠ مصري. أما الفنانة نسرين طافش ظهرت بشنطة من ماركة دوليتشي أند جابانا وبتصميم منقوش بالورود بألوان الأزرق والأحمر والأصفر، ووصل سعرها $2,065، يعني ١٠٠٠٠ تقريبا. كمان شنط كليوباترا من لانا ماركس بتعتبر من شنط الأزياء الراقية في حفل مهرجان الأوسكار، وبيرتدوها مشاهير زي أنجلينا جولي وتشارلز ثيرون وجينيفر أنيستون وكيت وينسلت، ودي مصنوعة من جلد التمساح الأمريكي من ١٦٠٠ ماسة عيار ٤٠ إيراد بسعر $400,000. ودلوقتي قلنا أغلى شنطة اشترتها لزوجتك أو خطيبتك كانت بكام؟